تكلم عن الاتحاد، ترى كنت بتقابل الفريق ابو جود، هو الفريق الوحيد اللي ما جت فيه اي اهداف في اخر الدقائق، يعني لا في الشوط الاول ولا في الشوط الثاني، بعد دقيقه انا اتكلم بعد دقيقه 90، وهو الفريق اللي جاب في الشوط الاول بعد دقيقه 45 اربع اهداف، وجاب بعد دقيقه 90 خمس اهداف. النصر جاب ست اهداف في اخر مباراه، طب يمكن الثلاثه الاخيره هي اللي زودتها، كان ثلاثه مباراه الباطن هي زودتها ثلاثه، جاء عليه هدف واحد في اخر مباراه اللي ضد التعاون. نتكلم على برضه على خلينا نقول نجاعه المحليين في النصر ممكن متفوق اكثر، تقريبا له 13 هدف، الاتحاد مع كمارة وصل الى سبعه الان. تتكلم على خساره النقاط، شوف النصر والاتحاد هم اقل فريقين، النصر خسر من الفرق الاقل فنيا خمس نقاط اللي هو مع التعاون ثلاثه ومع الفتح نقطتين. الاتحاد خسر سته اللي هو مع الاتفاق وضمك والرائد. الاتحاد خسر سبعه مع الفرق المتنافس معه اللي هو مع النصر اثنين، مع الشباب اثنين، مع الهلال ثلاثه. النصر خسر سته، لذلك في الخلاصه النصر خسران 11 هنا 13. لذلك المباراه هذه الزبده في الكلام هذا ختاما هي ما بعد المباراه. من اللي جماهيري راح توقف معاه وتدفع؟ ترى حتى لو خسر الاتحاد وتقول فرق خمس نقاط، لا باقي 10 مباريات. والنصر طبعا اذا خسر يطلع فرق يمكن نقطتين فقط او نقطه واحده، نقطه واحده نقطة. فلذلك هي الايمان والثقه. هل في مجموعه معتبره المباراه هذه يعني تحدي خاص لها، معركتها الخاصه، فلذلك راح تكسر كل شيء؟ كل الناديين موجودين هذولي، عرفت شلون؟ فلذلك ندخل على الادارات الان، وندخل على القرارات العاطفيه، وندخل على المدرب.